لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث روحك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم دلوقتي بتعيشوا معانا الساعات الاخيره لمعرض جلف فود في الامارات العربيه المتحده في مدينه دبي. هذا المعرض يعتبر واحد من اضخم معارض العالم المتخصصه في قطاع الصناعات الغذائيه. مصر بتشارك باكثر من 110 شركه من اجمالي 5000 شركه بتشارك في جلف فود 2023، وكانت مفاجاه المعرض الحقيقيه هي شركه سايلو فودز في مدينة السادات، مدينة الغذاء المصرية اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي. شركة بكل منتجاتها بجد قوة ضاربة مصرية. النهاردة أقدر أقول إنها دورة ناجحة بنسبة 100%. جلف فود 2023، كفاية نقول لحضراتكم إن الصفقات كانت بتتم داخل الأجنحة، كان في ناس بتدفع فلوس عشان البضايع تتحرك من مصر لكل دول العالم. قمة النجاح. احنا بنراهن على الوصول لخمس مليارات دولار صادرات من قطاع الصناعات الغذائية خلال العام 2023، وانا بقول لحضراتكم احنا هنتجاوز هذا الرقم بكثير. خليكم معانا في حلقة جديدة من دبي من معرض جلف فود 2023. تشاهدون في حلقة اليوم، فريق الجدعان يواصل لقاءاته مع قيادات الشركات الغذائية المصرية التي تشارك في معرض جلف فود 2023 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي يعد من أكبر معارض العالم المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية. فريق الجدعان يرصد المنافسات الشرسة بين شركات الصناعات الغذائية في العالم خلال فعاليات معرض جلف فود 2023 في دبي، والذي شاركت به نحو 5000 شركة عالمية، وشاركت به مصر بأكبر شركات الصناعات الغذائية. الآن تشاهدون، فريق الجدعان يواصل لقاءاته مع قيادات الشركات الغذائية المصرية التي تشارك في معرض جلف فود 2023 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي يعد من أكبر معارض العالم المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية. حتى الساعات الأخيرة من معرض جلف فود في دبي 2023 كان الزحام غير طبيعي. أسواق العالم بتتسابق على تحقيق الأمن الغذائي، و5000 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية و38 ألف بائع متخصص في جميع القاعات، مهمتهم عرض المنتجات والتفاوض على سعرها وإتمام الصفقات. وزي ما قلنا لحضراتكم، مصر بتشارك بأكتر من 110 شركة كبرى موزعة على 3 قاعات ضخمة أبرزها آل مكتوم، مع تركيا والمغرب بخلاف الخيام العملاقة لاستيعاب الشركات العارضة. وبجد مفاجأة المعرض جناح سايلو فودز أو مدينة الصناعات الغذائية بالسادات اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرضت المكرونة والألبان والأجبان والبسكويت والويفر وغيرها، والإقبال على منتجاتها كان مذهل فعلاً. مع حضراتكم هنستأنف دلوقتي لقاءاتنا مع جدعان الصناعات الغذائية المصرية، واللي عرضوا مختلف الصناعات الغذائية زي الخضر والفاكهة المجمدة والعصاير والعسل الأبيض والمربات ومنتجات المطاحن والخميرة والحلويات والمقرمشات والسناكس والمكرونات، بخلاف الحلاوة الطحينية والطحينة والزيتون والمخللات
والشاي وكمان زيوت الطعام والصلصات والصوصات ومصنعات اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأجبان والحبوب والبقوليات ومنتجات الشوفان. مفيش قطاع في الصناعات الغذائية ما قدمناش فيه منتجات. تعالوا في البداية نقابل المهندس خالد عقل الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان مصر، وهو بيقود الشركة ببراعة ويعتبر الممثل الوحيد لمصر في قطاع مصنعات اللحوم والدواجن. شخص رائع، والتصدير بالنسبة له قضية حياة أو موت. وبالمناسبة شركة حلواني إخوان مصر كانت بتستورد خامات للتصنيع بحوالي 60 مليون دولار وتطرح منتجاتها في السوق المحلي عشان تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وبتصدر منتجات بحوالي 10 ملايين دولار. ولكن المهندس خالد عقل قرر أنه يقلل بأي ثمن واردات الشركة بالدولار، يعني يرفع نسبة المكون المحلي في منتجاته الغذائية. فكر اقتصادي سليم 100%. تعالوا نعرف عمليه. حضرتك من القيادات البارزة في قطاع الصناعات الغذائية. شكرا. وبتدير مؤسسة كبيرة جدا، ونجحت في شيء أنا عايز الناس تتعلمه، زيادة المكون المحلي في قطاع الصناعات الغذائية. عملت ده ازاي؟ احنا كنا بنستورد حوالي 60 مليون دولار في السنه، وبنصدر فقط بحوالي 10 مليون دولار، والباقي كله للسوق المحلي. والباقي للسوق المحلي. تمام. معنى كده ان احنا عندنا عجز في الميزان التجاري بتاع الشركه، لان احنا بنستورد اكتر ما بنصدر. طبعا الظروف اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي، وجود عجز في الميزان التجاري لاي شركه امر صعب جدا، ما قدرش احنا نتعايش معاه. ما كانش قدامنا غير حلين اتنين، ولازم نشتغل على الحلين الاتنين في نفس الوقت. الحل الاولاني ان احنا ازاي نزود صادراتنا، الحاجه الثانيه ازاي ان احنا نزود الاعتماد على مكونات محليه كبدائل لبعض المواد اللي احنا بنستوردها من الخارج. ايه اللي احنا عملناه؟ احنا عندنا مجموعه من المنتجات، احنا عندنا المربى والطحينه والحلاوه. ثلاث مواد دي ممكن ان احنا نخلي كل خاماتها بالكامل من السوق المحلي. اللحوم ومصنعاتها والدواجن ومصنعاتها، حضرتك النهارده وبكل وضوح الممثل الشرعي الوحيد لهذه الصناعات في مصر داخل معرض جالفو. ما فيش حد غيرك عارض كل هذه المنتجات. المنتجات دي طبعا في الميزان التجاري عند حضرتك في الشركه كل اللحوم بنستوردها من الخارج، وتقريبا ما فيش صادرات لانها كلها سوق محلي. هتحل المعضله دي ازاي؟ انا صحيح ان انا بستورد اللحوم من الخارج، وما فيش عندي مفر غير كده، لان انا بجيب كل اللحوم الخام بالنسبه لي من البرازيل ومن امريكا اللاتينيه بصفه عامه، بعمل عليها قيمه مضافه، وبالتالي بقدر اصدرها، بصدرها للدول المحيطه بيا اللي انا اقدر يكون عندي ميزه تنافسيه شويه. على سبيل المثال ان انا اقدر اصدر للسوق الليبي او باقي الدول العربيه. يعني احنا النهارده واقف مع حضرتك احنا بنصدر جزء كبير من منتجاتنا سواء لحوم او دواجن لدوله الامارات. كان التحدي الثاني اللي عندنا واللي احنا شغالين عليه في الوقت الحالي ان احنا ازاي نصدر مصنعات الدواجن للسعوديه. ليه السعوديه بصفه خاصه؟ لان حضرتك عارف ممنوعين من السعوديه في الوقت الحالي، ممنوع تصدير الدواجن المصريه عموما من وقت انفلونزا الطيور، ممنوع الشركات المصريه عموما تصدر للمملكه العربيه السعوديه مصنعات دواجن او دواجن عموما. احنا حاليا بنشتغل مع شركائنا في هيئه سلامه الغذاء في مصر، في هيئه سلامه الغذاء في المملكه العربيه السعوديه، ان احنا نوصل لحل عن طريق ان احنا نقدر نصدر منتجات حلواني اخوان من مصر لشركتنا الام في السعوديه، حلواني اخوان في السعوديه، لمنتجاتنا من مصر للسعوديه باذن الله. اسالك سؤال من الاسرار اللي عندي. انا حضرتك زودت طاقه الانتاج في مصانع اللحوم بصوره كبيره جدا. احنا كنا محظوظين ان احنا في الفتره اللي فاتت كنا شايفين عموما بسبب زياده اسعار اللحوم مقارنه بالدواجن، ولان مصر فيها اكتفاء ذاتي في الدواجن لكن ما عندناش في اللحوم، فاحنا استثماراتنا في مصر الفتره اللي فاتت كانت اساسا في مصنع الدواجن. احنا زودنا الطاقه الانتاجيه بتاعتنا في مصنع الدواجن في مصر اكتر من 3 اضعاف. دلوقتي حضراتكم في جناح شركه ايديتا عملاق الصناعات الغذائيه الخفيفه، واللي اسسها المهندس هاني بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائيه. وبصراحه توجهت ليهم عشان اطمن على نجاح خطتهم في التوجه لاسواق غرب افريقيا، واللي اجبرتهم على اقامه مصنع في المغرب باستثمارات ضخمه تجاوزت 250 مليون جنيه عشان يصنعوا ومنها يصدروا لكل دول وسط وغرب افريقيا. هنقابل دلوقتي توني ظريف مدير التصدير وتطوير الاسواق الدوليه في شركه ايديتا. شاب يفرح. ايديتا شركه عملاقه جدا، وتخصص حضرتك يعني نخترق كل العالم. احنا دخلنا افريقيا ودخلنا غرب افريقيا بحل ذكي جدا، عملنا مصنع في المغرب. تقييم حضرتك للتجربه دي؟ تجربه لغايه النهارده ناجحه جدا. الحمد لله احنا ابتدينا الاول تصدير للمغرب،
لقينا السوق واعد ومقبل على منتجاتنا وفي فرصه كبيره ان احنا نقتحم السوق ده. حطينا استثمارات في المغرب، شاركنا شركه قويه هناك، عملنا ابحاث تسويقيه هناك، لقينا ايه المنتجات اللي ممكن نحط فيها خط انتاج، اشتغلنا عليها. بدانا بخطوط ايه هناك؟ بدينا بخط كيك كيك بقاله اكتر تقريبا من سنه بحاجه بسيطه، تمام، اللي هو كيك اوهوز، ومؤخرا عملنا خط تاني اللي هو كيك التوينكيز، والحمد لله الخطوط شغاله بكامل طاقتها في المغرب. بكامل طاقتها للمغرب ولا بننزل حاليا للمغرب؟ تمام. حاليا للمغرب، وفي استثمارات تانية هتتحط هناك، بما ان الخطوط زي ما قلت لحضرتك يعني شغاله فول تايم الاسبوع كله تقريبا، وخطتنا ان احنا نخترق الاسواق بتاعت غرب افريقيا. احنا النهارده تقريبا اخر رقم سمعته بننتج 3.5 مليار عبوه من المنتجات بتاعتنا في السنه. اللي هي كم منتج بقى عشان الناس تبقى فاهمه؟ والله عندنا كذا قطاع، احنا عندنا قطاع الكروسون اللي فيه مولتو، عندنا قطاع الكيك فيه توينكيز وهوهوز وتودو الناس كلها عارفاهم، عندنا قطاع الويفر اللي هو فريسكا، عندنا قطاع المقرمشات اللي هو البيك رولز والبيك ستيكس، البسكويت اللي لسه طالع السنه اللي فاتت، صح، بسكوت اونيرو، بسكوت محشي، وعندنا قطاع الحلويات كمان، في ميمكس اللي هو البونبوني والحاجات دي كلها. ايه منتجاتنا الجديده واسواقها فين؟ والله احنا عندنا في التصدير مثلا عندنا القطاع بتاع ميدل ايست كله، ما هو فلسطين، الاردن، لبنان، العراق، الحته دي كلها احنا عندنا حصه سوقيه كبيره بالذات في منتجات الكرواسون للمدارس والاطفال والحاجات دي كلها. انت بتحل المعادله دي ازاي؟ منتجك يعتبر رخيص جدا والشحن بتاعك غالي جدا، بتعملها ازاي؟ يعني بتقعد تدرس السوق ازاي؟ بنعمل منتج كويس بجوده كويسه، عندنا موزعين اقوياء برضو في كل البلاد شركاء لينا، التوليفه دي هي النجاح بتاعنا يعني. بلا جدال، عملاق التمور المصريه هو هشام المصري، رئيس شركه اورينت لانتاج وتصدير التمور، ما شاء الله بجد، بيستحوذ لوحده على 50% من صادرات مصر من التمور، ولسه كمان صادراته من تمور المجدول اللي هيتوسع فيها خلال السنوات القادمة. ركزوا معاه. حضرتك من هذا المكان بتخرج 50% من صادرات مصر من التمور، حوالي 25,000 طن كلها التمور الصعيدي، كمان في طريقك لتمور المجدول، يعني معنى كده إن عندنا خبرة كبيرة جدا بأسواق التمور في العالم، الأسواق الجادة. كلمنا عن هذه الأسواق، كلمنا عن جلف فود، عملنا إيه السنة دي وبنخطط ليه؟ بنستهدف طبعا دخول أسواق جديدة وزيادة تواجدنا في أسواق تقليدية للتمور. جلف فود كمعرض يعتبر هو الأهم على مدار السنة كلها لجميع منتجي ومصدري التمور، مش بس من مصر لكن من كل الدول المنتجة للتمور. مش معايا ان خبرات هشام المصري كان ممكن تتوجه من بدري شوية للتمور المجدول؟ احنا ابتدينا في زراعة المجدول دلوقتي اكتر من 3 سنين ابتدينا. طب يعني خلاص ده انت عندك بشاير تعتبر. ابتدينا نبشر الحمد لله، ابتدى يبقى فيه بشاير. واسواقك فين بقى في المجدول النهاردة؟ بصفة اساسية اوروبا هي الاسواق المستهدفة، ودول عربية برضو بتأبريشيت أو بتفضل التمور المجدول. والحقيقة زراعة التمور المجدول في مصر في مناطق كتيرة منها ناجحة وليها مستقبل كبير قوي. من الأجنحة المصرية الفريدة شركة الكابتن لمستخلصات زيوت البذور أو الزيوت الطبيعية، الشركة بيرأسها الدكتور طارق أبو زيد، هو صيدلي ولكن أبا عن جد بيتوارثوا مهنة العطارة والأعشاب واستخلاص الزيوت. وأول الزيوت اللي أنتجوها كانت حبة البركة سنة 1990، والنهاردة عندهم 172 مستخلص من الزيوت الطبيعية وبينتجوا منها مستحضرات تجميل طبيعية مذهلة. ركزوا معاه. دكتور طارق أبو زيد، شركة الكابتن، قطاع حضرتك أنا مهتم بيه جداً، ده قطاع الزيوت، زيوت مستخلصة من بذور النباتات. خليني أقول لك على حاجة، إن أنا لما حضرتك قلت لي أنا عندي 177 صنف من الزيوت لازم أقف وأسمع منك، القطاع ده مهم ولينا فيه صادرات كبيرة جداً. الحمد لله. بدأنا إمتى؟ فندم إحنا بدأنا في 1990 على يد والدي الله يرحمه الكابتن أبو زيد، دخلنا في موضوع الزيت من العطارة. الكلام ده جالنا من عن طريق ألمانيا، الجماعة الألمان كانوا مهتمين بزيت حبة البركة بكمية كبيرة جدا لأنهم بيدخلوها في بعض العلاجات عندهم. أنتجنا زيت حبة البركة واستخلصناه،
وسجلناه في وزارة الصحة في 1992. أنتجنا الزيت وتم تصديره لألمانيا، وبعد كده أنتجنا زيت الحلبة وزيت الجرجير وزيت اليانسون. بيطلب مننا في العالم؟ الحمد لله يا فندم، احنا عندنا شركة في ألمانيا خاصة باسم بشركة الكابتن، بنصدر لألمانيا بكميات الحمد لله كبيرة. عندنا شركة في كندا برضو باسم الشركة برضو، والحمد لله بنوزع في جميع الهايبر ماركت وجميع المحلات اللي خاصة بالهيلسي فود، والحمد لله بنصدر لروسيا. الجزائر برضو الحمد لله يعني يكاد ان احنا بنصدر للجزائر بحوالي 4-5 مليون دولار سنويا. شايف عندك زيت زيتون، وشايف عندك عصاير، وشايف عندك عسل، المنتجات دي دخلت فيها ليه؟ العسل يا فندم ده مكمل للزيت. ازاي يعني؟ حضرتك ما ينفعش تاخد زيت من غير ما تاخد عسل، علشان الزيت هيعمل حركة ارتجاع في المعده. يعني اخد النقطتين على معلقه معلقه. تمام. انشأنا مناحل، والحمد لله عشان نبقى المنتج بتاعنا سليم وضامنينه 100%، فبنبيع الزيت مع العسل علشان يكملوا بعضيهم. طب زيت الزيتون؟ زيت الزيتون يا فندم طلب مننا بكميات في التصدير، ودخلنا الطحينة كمان مكملة معانا للبرانش بتاع عملت السنة دي. طمني كده على جلف فود، عملت فيه؟ لا الحمد لله تعاقدنا تعاقدات كبيرة جدا، وأكترها مع أمريكا كمان. إيه الأسواق التانية اللي أنت بتستهدفها الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله بنستهدف روسيا. روسيا إحنا مش شغالين في روسيا بكمية، بس مش باتساع. كبر كمياتك اللي بتصدر. إن شاء الله. إحنا من المفاجآت الكبرى في معرض جلف فود 2023 في دبي الدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة لاكتو مصر لألبان الأطفال، ودي قصة نجاح كبيرة جدا، وأول مصنع لألبان الأطفال في مصر، ويقدر يغطي احتياجاتنا بالكامل اللي بتوصل ل 22 مليون علبة سنويا. أما طاقتهم الإنتاجية فبتتجاوز النهاردة 35 مليون علبة سنويا، لدرجة أنه تصنف في المرتبة السادسة عالميا من حيث الطاقة والجودة والمعدات. المصنع ده تحديدا قصة نجاح كبيرة جدا. مصر ما كانتش بتنتج لبن الأطفال، رغم ان احتياجاتنا منه في المدعم لوحده حوالي 22 مليون علبة. اجتماع كبير جدا حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال لحضرتك اشتغل وانتج لبن الأطفال لمصر وغطي احتياجات اللبن المدعوم. حضرتك النهاردة بتغطي كل احتياجات مصر. طاقتنا 35 مليون علبة في هذا المصنع، وبأعلى جودة، ورقم 6 على مستوى العالم. قصة نجاح عظيمة دكتور. ممكن أسمع حضرتك اتجهت لهذا المجال إزاي، تصنيع لبن الأطفال؟ هو طبعا يعني أنا صيدلي، وأنا كنت يعني بحب الصناعة، ها، وكنت وبعينه وبشوف الحاجات اللي هي خارج الصندوق. اكتشفت مصر محتاجة صناعة ألبان الأطفال، لأنها طبعا هي صناعة استراتيجية وأمن قومي، وكمان هي فيها احتكار من بعض الدول، وما بتسمحش لدول العالم الثالث إنها تخش في الصناعة دي. أقصى حاجة المسموح بها كان التعبئة، إنها دي لك اللبن بالكامل وتعبئة. وخصوصا عشان برضو نغير مفهوم الصعوبة، إيه إن لبن الأطفال مش لبن، هي كلمة لبن حتى هي كلمة علمية خاطئة، هو فورمولا، هو تركيبة زي الأدوية عشان يبقى مشابه للبن الأم. قعدت حوالي 5 أو 6 سنين أجاهد وفضلت وراه، لأن أي مشروع يلزمه المشروعات الصعبة دي انتربرينور، يعني واحد يكون بيجري ورا الفكره ويصرف عليها وبيدافع عنها لغايه لما يجيبها. واول لما جبت النو هاو وحق المعرفه ومصرته انه يمشي مع الخامات المصريه والحاجات المصريه، قمت بسرعه عملت ترويج المشروع ده، وعملت الشركه دي كانت في 2003. طاقتك الانتاجيه الفعليه للسوق المحلي النهارده انا بغطي 100% من اللبن المدعم اللي بتحتاجه البلد، اللي هو 22 مليون عبوه سنويا، بخلاف بعض الالبان اللي هو بتاعه الاحتياجات الخاصه والعلاجيه. بنصدر لكام دوله النهارده دكتور؟ تصدير حاليا الاكثر، انا بنتج كمان من احدى الشركات، من 6 شركات في العالم بنتج بعض الخامات اللي هي المتخصصه اللي هي بتعمل الكريمه والتوبينج، دي بتصدر عن طريق الشركه الهنديه تقريبا لاوروبا وافريقيا والدول العربيه. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يرصد المنافسات الشرسة بين شركات الصناعات الغذائية في العالم خلال فعاليات معرض جلف فود 2023 في دبي، والذي شاركت به نحو 5000 شركة عالمية، وشاركت به مصر بأكبر شركات الصناعات الغذائية.
الآن تشاهدون فريق الجدعان يرصد المنافسات الشرسة بين شركات الصناعات الغذائية في العالم خلال فعاليات معرض جلف فود 2023 في دبي، والذي شاركت به نحو 5000 شركة عالمية، وشاركت به مصر بأكبر شركات الصناعات الغذائية. دلوقتي حضراتكم في جناح المجموعة المصرية السويسرية للصناعات الغذائية في العاشر من رمضان، واللي أسسها آل لوندي على مساحة 50,000 متر سنة 2005، وهم متخصصين في المطاحن وبينتجوا الدقيق الفاخر 72% والردة. وطبعاً الدقيق الفاخر خلاهم يدخلوا عالم صناعة المكرونة بطاقة 8,000 طن شهرياً وبيتخطفوا. كمان دخلوا في صناعة صلصة الطماطم بطاقة 3,000 طن شهرياً لأنه نفس عميل المكرونة، وبقوا من أكبر الشركات المصرية اللي بتصدر الصلصة لأسواق الخليج ودول أوروبا وشمال وغرب إفريقيا. دلوقتي هنقابل المهندس أحمد السباعي، مدير عام المجموعة المصرية السويسرية، وهو مهندس ميكانيكا تخرج في جامعة حلوان، ولكن اتجه لقطاع الصناعات الغذائية وشارك في تأسيس وتسويق وتصدير منتجات مصرية لكل أسواق العالم. حضراتكم من أفضل المطاحن الموجودة في مصر، من أحسن مصانع الصلصة اللي زورناها ببرنامج جدعان. شكرا جدا. صرح في تصنيع المكرونة، مفيش جدال في اللي أنا بقوله ده، في جلف فود بنخطط ليه؟ طيب مبدئيا زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان المعارض اللي زي دي اللي احنا بنطلعها، اذا كان جلف فود، اذا كان فود افريكا في مصر عندنا، او اي معرض من المعارض العالميه، انوجا سيال، المعارض دي مهمه جدا، لان احنا بنيجي هنا بنشوف المنافسين بتوعنا من العالم كله بيعملوا ايه، ايه المنتجات الجديده اللي وصلوا لها، وفي نفس الوقت بنتعرف على زباين جديده من دول كتير جديده. الدنيا بتتغير، العالم بيتغير، الصناعه نفسها بتتغير، وكل يوم في زباين جديده بتظهر على الخريطه، واحنا بنيجي هنا عشان نعرف الجديد، نعرف الجديد في الصناعه بتاعتنا، لان ممكن المنافسه للصناعه بتاعتنا يجي من بره الصناعه بتاعتنا. يعني لفيت في المعرض. طبعا انا بقالي يومين باجي اقعد مع الزباين بتوعنا هنا، وفي نفس الوقت اروح ابص على الجناح الاوروبي، اروح ابص على الجناح التركي، اروح ابص على الجناح بتاع فار ايست. لازم نبص على المنافسين، لازم نبص عليهم، عشان هو ده اللي هيخلينا نبص لقدام. ومصر ممكن تتحول لواحده من اكبر الدول اللي تورد الغذاء لكل الاسواق. ده حقيقه بمساعده حضراتكم، بمساعده الناس اللي بتعمل المعارض دي، بمساعده الحكومه بتاعتنا، بمساعده الدعم اللي احنا بناخده، بكل المساعدات دي نقدر نكون واحده من اكبر الدول، لان كل حاجه موجوده في مصر، الطاقات الانتاجيه موجوده في مصر، الايدي العامله موجوده في مصر، وكل حاجه موجوده في مصر. احنا نقدر نوصل، الكواليتي بتاعتنا بتضاهي وبتنافس منتجات كتير قوي في العالم. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ طيب انا عايز كل الدعم، رقم واحد في الدعم النقدي اللي بناخده على التصدير. احنا سمعنا طبعا من سيد معالي رئيس الوزراء ان في قانون جديد يخلي ان الدعم يصرف في نفس السنه. انتم شهر 7/22 ما فيش دعم لغايه النهارده، او قواعد واضحه للدعم. دي حقيقة. بس هو هيصدر خلال الفتره اللي جايه. دي حقيقه، احنا سمعنا وشفنا ان في كلام ان الدعم بعد كده هيتاخد كل سنه في سنتها، ده هيساعدنا كويس جدا. ممتاز. ان احنا نبص على السكيم بتاعه الدعم نفسها مقارنه بالدول اللي بتنافسنا، ونقدر نعمل حاجه قريبه، ده هيساعدنا كتير، لان احنا دول زي اللي بتنافسنا في المنطقه، اذا الكرايتيريا بتاعه الدعم عندها ممكن تكون اعلى مننا في الشحن، اعلى مننا في المنتج نفسه. الحاجات دي لما هنبص عليها هتاثر معانا جدا، هتساعدنا في ان احنا نخش اسواق جديده. الحاجة التانية، اتفاقية الكوميسا نفسها اللي احنا شغالين عليها. احنا لسه النهاردة هو في المعرض بيجي لنا زباين من مدغشقر، احنا بنصدر من اكبر الدول اللي بتصدر لمدغشقر هي مصر. بيجي لنا النهاردة زباين بياخدوا مننا دقيق او مكرونة لمدغشقر، ابتدى يظهر عندهم قانون جديد. لا انت لازم لما تيجي تتكلم على مدغشقر، عشان الناس ما تفتكرهاش جزيرة صغيرة، دي دولة بتاخد من مصر تقريبا كل احتياجاتها من المكرونة ومنتجات الدقيق. دي حقيقة، احنا من اكبر الدول، حوالي 19,000 طن من اجمالي 21,000 طن بتاخدهم. دي حقيقة، احنا يعني من اكبر مدغشقر، احنا اقوي جدا. لا مدغشقر من الدول الكبيره جدا اللي بتستورد مننا دي والمكرونه، ولذلك النهارده كميه زباين كتير جدا جات لنا من مدغشقر النهارده بتقول لنا يا جماعه ساعدونا، الحكومه عندنا بتقول ان في نسبه 12 او 13% هتتحط على استيراد الدقيق، على الرغم من ان في بيننا وبينهم كوميسا، ده ممكن يخرجنا من المنافسه. طيب ده نداء لوزاره الخارجيه ووزاره التجاره، من فضلكم شوفوا لنا اللي بيحصل في مدغشقر. يا ريت يا ريت، من برنامج حضرتك يا ريت، واضحه لاتفاقيه الكوميسا. ده نداء عاجل على فكره. تاني حاجة عايز أتكلم عليها، الاتفاقية القارية الأفريقية، حوالي 52 دولة، هتستفيد منها إزاي؟
انا عارف ان انت ضارب جدا في افريقيا، هتستفيد ازاي؟ بص حضرتك، احنا ابتدينا ندور حتى كمان على ممكن تبقى بديل للكوميسا، خلي بالك احنا ابتدينا ندور حتى على غرب افريقيا، لان دول غرب افريقيا من الدول اللي مصر ما بتوصلهاش، الدول اخرى منافسه لينا هي اللي موجوده فيها. ابتدينا نروح لغرب افريقيا عشان ندور عليها، عايزين نستفيد باتفاقيه زي دي، بس احنا لازم نفهم كل البنود بتاعتها، ولازم يتعمل لنا زي ديبلويمنت او يتعمل لنا يعني اجتماع تفهموا الاتفاقيه. ايوه نفهم الاتفاقيه بالظبط، نعرف ايه اللي نقدر نستخدمه من الاتفاقيه دي كمصنعين مصريين عشان نقدر نغزو اسواق جديدة استخداما لهذه الاتفاقية. تعالوا بقى نتعرف على واحدة من قصص النجاح المتميزة في قطاع الصناعات الغذائية المصري، شركة مامز فود للصناعات الغذائية، مصنع مصري في محافظة الدقهلية ومتخصص في المربات والعصائر والصوصات والصلصة والكاتشب. كان بيواجه تعثر كبير لغاية ما اشتراه بالكامل الاقتصاد البارع هاني عافية وحرمه السيدة ريهام الأعصر سنة 2015، واشتغلوا على إعادة هيكلته وتطوير منتجاته وفتح الأسواق ليها، والنهاردة ما شاء الله بجد بيصدروا ل 12 دولة. تعالوا نقابل السيد هاني عافية رئيس شركة مامز فود للصناعات الغذائية. أستاذ هاني عافية، مامز فود اقتصاد وعلم سياسية، مزبوط، يعني رجل مال، وعملت في هذا القطاع لسنوات طويلة جدا، مزبوط، وفجأة تحولت لقطاع الصناعات الغذائية وأبدعت مصنع كان قفل، حضرتك خدته في الدقهلية وطورته، مزبوط. أفهم بقى إيه حكاية مامز فود؟ سنة 2015 تحديدا كان في فرصة للاستحواذ على شركة ومصنع كان متوقف تقريبا من سنة 2011. كان المصنع شغال في العصائر وفي المربات تحديدا وفي بعض الأصناف كصوصات أو حاجات كده. احنا الحقيقة ما غيرناش كتير من الفكر وروح المصنع، اللي هو بالرغم ان هو كان متوقف يمكن لمدة 4 أو 5 سنين، وخاصة ان الاسم كان هو اسم يعني مامز فود، هو اسم يعني قريب مننا، اسم قريب مننا يعني بيستهوى ناس كتيرة حتى الأجانب لما بيقولوا احنا عجبنا الاسم، فاحنا حافظنا على هذه الهوية ولكن طورنا منها. ابتدينا سنة 2015 لإعادة تهيئة المصنع، مركزين في الشغل بتاعنا على المنتج عالي الجودة، بنخاطب الشريحة العليا من المستهلك، بنحاول ان احنا نعمل منتج نقدر ننافس بيه المنتج المستورد. بنصدر لكم دولة النهاردة؟ احنا حاليا بنصدر لحوالي 12 دولة، وان شاء الله يعني نكون بقى في زيادة، يعني مربات وعصائر، مربات وعصائر، عصائر، صلصة، كاتشب، وبعض الحاجات الحلوة انا شايفها عندك اللي هي البابا غنوج، الطحينة، صحيح، الحمص، دي من الحاجات المبتكرة اللي احنا العربي بنختص نفسنا بيها، يعني ان احنا يعني يمكن من الناس القليلين اللي بنعملها، بنخاطب بيها شريحة معينة، والحاجات المتخصصة كمان نحاول، بيبقى هدفنا ان احنا نحاول نعممها على قدر الامكان، وبالتالي نحاول ان احنا من خلال عمليات الابتكار اللي عندنا نحاول ان احنا نخليها في متناول حتى الشرائح الاكبر، بحيث ان نعمل انتشار اكبر سواء في مصر او خارج مصر. استفدت في عملية التطوير بمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات؟ زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا المثال الواضح والصريح للشركة الصغيرة اللي هي ابتدت بعد فترة توقف سنة 2015 كانت مبيعاتنا صفر، فالحمد لله نمو تدريجي، والنمو طبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نستفيد من المبادره بتاعه البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيره والمتوسطه دلوقتي اللي فاضل منها الصغيره، فاحنا ما زلنا محظوظين يعني، والحقيقه طبعا هي مساعدنا بشكل كبير جدا، لان النمو محتاج وقود، ووقود النمو هو التمويل. من المصانع الكبرى حاليا في مصر ريحانة، اللي أسسه من الصفر سنة 1997 السيد طارق علي، وهو متخصص في تعبئة الدقيق والأرز والسكر والنشا والبقوليات بأنواعها والزيوت والخل والتوابل، تقريبا كل السلع الاستراتيجية. وفي سنة 2017 اشترى خطوط للفرز والغربلة والتحجيم والتعبئة، وزاد انتاج المصنع في القناطر الخيرية بصورة كبيرة، وخصوصا بعد استحواذه على 50% من احتياجات السوق المحلي. تعالوا نقابل الدكتور محمد زريق، المدير التنفيذي لشركة حبوبة فاميلي صاحبة العلامة التجارية ريحانة. حضراتكم النهاردة بتستحوذوا على تقريبا 50% من السوق المحلي للرز والنشا والتوابل والخل وكثير من المنتجات الهامة جدا لكل أسرة في مصر. عرفنا على الشركة، بدأنا إمتى، هل إحنا مجرد شركة تعبئة حبوب وسلع غذائية ولا الموضوع أكبر من كده؟ الشركة بدأت سنة 97 في تعبئة المواد الغذائية الأساسية، الرز والسكر والدقيق، وبعد كده بدأت تتوسع في أصناف كتيرة منها الزيوت والبقوليات. في 2018 في بدايتها بدأ
مراحل تطوير في الشركة، إن إحنا يبقى المنتج مش متوقف على التعبئة فقط، بل يكون في مراحل للفرز والغربلة والتحجيم والتبخير، إن إحنا نضيف قيمة للمنتج المعبأ. كمان ضفنا بعض المنتجات الزيوت، زيت الطبخ وزيت العباد وزيت الذرة، ضفنا منتج الخل، بقى عندنا تشكيلة كبيرة جدا من المنتجات اللي في الآخر بتستهدف الست المصرية أو الهاوس وايف الموجودة في البيت. لما أتكلم مع حضرتك وحضرتك بترأس شركة بتستحوذ على 50% من منتج مهم جدا لكل بيت في مصر وخصوصا الرز، ما فيش مصري ما بيأكلش رز، 100 مليون مصري بيعشقوا الرز. الرز مش موجود، ولكن الدولة خدت قرارات مهمة جدا منها إلغاء التسعيرة اللي أخفت الرز تماما من السوق. عايز أعرف منك أصل المشكلة والحل اللي تم اتخاذه، هل كفيل بتوفير السلعة في السوق ولا لا؟ والله أصل المشكلة إن وقت حصاد الرز في شهر 9 صدر بعض القرارات المتتالية اللي حجمت تداول الرز في السوق المصري، منها التسعيرة الجبرية، التسعيرة الجبرية للشعير وللرز الأبيض. التسعيرة دي حجمت المزارع إن هو يبدأ ينقل الرز لتاجر الشعير وبالتالي إلى المضارب ومنها إلى شركات التعبئة الموجودة اللي احنا بنمثلها. دي مشكلة باختصار. طبعا حصل تقريبا اكتر من 10 قرارات، القرارات دي كلها كانت بتحجم تداول الرز، هي دي سبب المشكلة. وكان التسعيرة غير عادلة لكل المراحل اللي موجودة في الرز. اتحدد الشعير الابيض بكام وقتها؟ الشعير طبعا الابيض اتحدد الرفيع من اول 7 لـ 700، ده كان التسعيرة بتاعته. وكمان المنتج بحيث المنتج يوصل للمستهلك من 15 جنيه لحد 18 جنيه. والعريض؟ العريض 18، الرفيع 15. النهاردة صدرت بعض التعليمات الهامة جدا بإلغاء التسعيرة. مظبوط. تداول حر، ده كفيل إنه يحل الأزمة؟ طبعا هو هيبقى كفيل، لأن في الآخر هيرجع تاني المزارع وتاجر الشعير والمضرب بيقدر يتحرك بالرز كأنه زي زمان السلعة بتتحرك وفقا للعرض والطلب. طيب حضرتك تتوقع الأسعار تبقى كام خلال الفترة اللي جاية؟ السعر هيبقى في الأول هيبقى فيه ارتفاع كبير، أعتقد من 25 الرفيع لحد 30 اللي هو أعلى جودة في أول فترة. أعتقد بعد السوق ما يبقى فيه توافر من المنتجات هيبقى وفقا للعرض والطلب السعر أعتقد ممكن يبدأ ينزل تاني. بالمناسبة قابلنا في معرض جلف فود 2023 المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الكويتية اللي هيستورد لحوم مبردة من تشاد، أكبر مناشئ اللحوم في أفريقيا، وهتتعرض في منافس حمات اللي هينفذها حزب حمات وطن. تعالوا نعرف موعد وصولها لمصر. مهندس محمد الجمال رئيس الشركة الوطنية الكويتية، سافرنا مع بعض تشاد وورينا للناس تشاد كمنشأ هام جدا للحوم. النهاردة أنا قابلت حضرتك في جلف فود في جناح اللحوم، احنا كمان هنصدر دول عربية ولا فكرك ايه في زيارة جلف فود النهاردة؟ أنا في المعرض الجناح المصري، احنا أسسنا شركة جديدة في دبي في الإمارة باسم إيجي بوتشر، أحد سلسلة إيجي بوتشر المصرية. دي فروع اللحوم اللي حضرتك عاملها في مصر؟ فروع اللحوم كده؟ فروع اللحوم اللي موجودة في مصر، هنعمل فروع هنا أربع دبي؟ فروع إن شاء الله بإذن الله داخل الإمارة. الحمد لله وقعنا عقد لمجزر في تشاد مع صديقي وشريكي المهندس أحمد خضر، مجزر خاص بالأغنام وخاص بالأبقار، وهيتم إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة تحويل المجزر من أوروبا إلى تشاد بإذن الله. طيب أنا شايف حضرتك النهاردة بتتفاوض مع بعض الأجنحة الخاصة باللحوم في جلف فود. صحيح. هل عندهم قابلية مثلا أنهم ياخدوا مننا كموردين لهم من تشاد لحوم؟ طبعا. للدول العربية لدول الخليج؟ طبعا احنا اتعاقدنا من خلال المعرض على دولة قطر، لسه موقعين العقد ولسه في كلام مع شركة كبيرة في الكويت، ممكن اذكر اسمها شركة قول. المواشي. شركة المواشي دي اكبر شركة موجودة في الخليج، كنا بنصدر لها من مصر الخروف البرقي لما اعلنت حضرتك في 2017، وحاليا بيوقعوا معانا عقد باذن الله على التشادي غنم من صاحي ومبرد من تشاد. طب طمنا على مصر. الطياره هتوصل الاسبوع الجاي وحضرتك هتصور العربيات يعني وهي نازله، يعني اول طيران جاي ان شاء الله قبل رمضان الاسبوع الجاي باذن الله. باذن الله. طب المنافس فين؟ منافس عندنا منافس متحركه، عندنا تحت ايدينا 50 براده تابعه لاجهزه الدوله والحزب حمات وطن. طب المنافس الثابتة سنة 23 هيكون فيه 100 منفذ حماة خلال 23 إن شاء الله. طيب الأسعار
احنا قلنا انها تبقى كمان اقل من السوداني وان السعر مش هيزيد عن 140-145. السوداني انا بكلمك النهارده واحنا واقفين اهو السوداني في مصر، لو حضرتك رفعت سماعه التليفون ودخلت شفت السوداني النهارده وصل 165 و170 جنيه. يعني احنا سعرنا النهائي كام لغايه دلوقتي؟ احنا اخر حاجه عمبال يعني 145-140. من ابرز المشترين اللي تقريبا ما خرجوش من الاجنحه المصريه في معرض جلف فود 2023 في دبي السيد زهير حرب، مدير عام نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن، والسيد ناهيد إقبال كانجي وهو رئيس أكبر شركات التوريدات الغذائية في كينيا. باختصار بيستورد ل 17 فرع كارفور و 85 فرع لسلسلة تجارية اسمها نايبس وهي مشهورة جدا في كينيا، و 18 فرع لسلسلة تجارية اسمها شاندرد. متخيلين؟ تعالوا نقابل السيد زهير حرب مدير عام نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن. احنا بنحب الاردن حبيبي، ومصانعنا هي مصانعكم ومزارعنا هي مزارعكم، محتاجين ايه قولي. طبعا في البدايه انا بتشكرك على الكلام الجميل حبيبي، وطبعا احنا مصر بلد بالنسبه لنا ام الدنيا، واحنا كل الشعب الاردني بيحب مصر. احنا نقابه تجار المواد الغذائيه بال2019 كان في مقترح انه نعمل اتفاقيه تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائيه المصري، وطبعا النقابة عاملة كثير من الاتفاقيات مع بعض الدول، وتفاجأنا انه من انجح الاتفاقيات اللي تم توقيعها مع الدول كانت مع المجلس التصديري المصري، واستفدنا منها، كانت فائدتها كثير كبيرة، مثل انه تبادل المعلومات، الشركات تبادل الكميات، تبادل كل الأمور اللي كنا نفتقدها من إخواننا في مصر كانت استفدنا منها في الاتفاقية. والفائدة الأكبر كانت أنه صرنا نتعامل بأمان، نتعاون مع المجلس بخصوص الصادرات إلى الأردن. كانت الصادرات أتوقع بال2019 4 مليون دينار، هلأ وصلنا 7 مليون دينار، يعني 10 مليون دولار صادرات. أنا بتكلم عن المواد الغذائية فقط. المواد الغذائية. بتكلم عن المواد الغذائية. طبعًا إحنا من الدول، من أكبر الدول اللي بنستورد منها مواد غذائية هي مصر. واللي تغير في مصر التغيير التكنولوجيا اللي صارت في مصر على الصناعات الغذائية منحتنا فرصة أكبر التخلي عن السوق الأوروبي والتوجه إلى السوق المصري. جودة وسعر. جودة وسعر. تمام. طبعا احنا صرنا المنتج المصري في الاردن بينافس المنتج الاوروبي بالجوده والسعر، فصار توجه المستوردين المواد الغذائيه الى مصر عشان ادخل منتج للاردن. ايه المطلوب مني؟ طبعا احنا المطلوب هي التسهيلات الحكوميه بين الطرفين. احنا بنعاني في الاردن من موضوع المنصه، تسجيل المنتجات الصادرات المصريه. يعني لما بدي استورد انا من مصر كتاجر اردني بدي اسجل في الاردن على منصه وهي المعامله بالمثل، هو اللي كانت بدايه من مصر مش من الاردن. هو اللي انا اعرفه ان في مواد كتيره جدا غذائيه معفاه من موضوع المنصه ده. صحيح. صح كده؟ صحيح. طيب هل ده يكفي ولا انتوا محتاجين زياده؟ لا احنا عايزين ما يكونش في منصه بين الاردن ومصر. انا بعتبر الاردن ومصر بلد واحده، واحنا اصلا المنصه مزعجه للمصدر وللمستورد. يعني احنا الطرفين بنعاني منها، المصدر المصري والتاجر المستورد الاردني بيعانوا من المنصه. فاحنا بنتمنى من الحكومات التعاون على موضوع الغاء المنصه بين الاردن ومصر. هل الاكثر مبيعا او طلبا في السوق الاردني اللحوم، منتجات الالبان، الخضروات من مصر؟ الخضار المجمده، خضار مجمد، المعكرونه، خليتني كلمت اردني بقول لك المجمد، الخضار المجمد، الخضار المجمده. طبعا المعلبات باشكالها، الحبوب والبقوليات، الحمص، الفاصوليا، العدس، الحاجات دي نستورد من مصر. العطريات نستوردها من مصر، بنستورد كمان العجائن اللي هي المعكرونه والطحين والحاجات دي. الزيوت طبعا، الزيوت بشكل كبير، الزيوت النباتية مستورداتنا من مصر، خاصة لما صارت أزمة كورونا أخواننا المصريين كان ليهم وقفة معانا، ومع كان في قرار من الحكومة المصرية الإغلاق على الزيوت عشان اكتفاء الذاتي، سمحوا للتجار للأردن. التصدير للأردن.
دلوقتي هنقابل السيد نهيد إقبال كانجي، رئيس شركة إقبال للتوريدات الغذائية في كينيا، أو باختصار هو من أكبر الموردين في أفريقيا لكل المنتجات الغذائية، و80% من المنتجات الغذائية اللي بيوردها البلده من مصر. When we started importing from Egypt, we started with one container. From there on, we started building relationships with other clients. We deal with people in FMCG and different channels. Kenya and Egypt have had a very long relationship in terms of business. We are working as partners. We, in Kenya, we export coffee, tea. We have fruits also we export. Likewise, from Egypt, we also import products like fruits, vegetables, and so on. I can tell you that the Kenyan market is changing. There's a lot of demand for Egyptian products. We are importing honey from Egypt. We are importing confectionery from Egypt. We are doing cereals from Egypt. There are a lot of lines we are doing. Egyptian products are of good quality that I can be rest assured to you guys. It's of good quality in the sense that Egyptian products before supplying, they go through a lot of tests. Likewise, in Kenya, we have the Kenya Bureau of Standards, which are also securing the products which come into Kenya to ensure that the consumers are having good products. We are planning to expand our importation with Egypt. We already have the CIB bank, which has opened up in Kenya. So this really helps us in terms of transferring money from one country to the other. And we are also enjoying facilities. With the help of these facilities, we are sure we will grow the numbers and spread our wings. الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات الغذائية مش طالبة أكتر من منظومة واضحة ومحددة لرد الأعباء التصديرية والمشاركة في كل المعارض الدولية، لأنها بوابتنا الأهم لتصدير منتجاتنا لكل أسواق العالم وحملات تسويقية لمنتجاتنا في كل الدول. مصر النهاردة عملاق حقيقي في قطاع الصناعات الغذائية، وبجد يعتبر قطاع الفرص الواعدة ويقدر يحقق مليارات الدولارات لمصر. تشاهدون في حلقة الجدعان ريل استيت. فريق الجدعان ريل استيت يشارك في أقوى حدث تنظمه شركة الأهلي صبور للإعلان عن تفاصيل الطرح الجديد بمشروع جايا الساحل الشمالي ومشروع كيفا بالسادس من أكتوبر، كما يكشف أهم الفرص والعروض التي تقدمها لأول مرة شركة الأهلي صبور لعملائها بالسوق العقاري. فريق الجدعان ريل استيت من داخل أكبر الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشارك مع 60 مصمم معماري في أول حدث فني يدعم صناعة التصميم والديكور والأثاث، يقدم أحدث الأفكار وبرامج التصميم المبتكرة، ويحدد للأجيال القادمة خارطة الطريق إلى سوق العمل الجديد في مصر.